يقول فاروق جويدة في قصيدة له بعنوان إلى آخر شهداء الانتفاضة: مت فوق هذه الأرض لا ترحل، وإن صلبوك فيها كالمسيح، فغدا سينبت ألف صبح في ثرى الوطن الذبيح، وغدا يطل النور نورا، وغدا يطل الفجر نورا من مآذننا يصيح، وغدا يكون الثأر من كهان هذا العصر والزمن القبيح. الآن مع الشاعر القادم من الأحساء الأستاذ حيدر العبدل. السلام عليكم أحبتي، الحمد لله على سلامة حبيب. على امتداد التاريخ يتكرر الاحتلال فيتكرر الصمود، وفلسطين واحدة لا تتكرر. لقد أثرت أن تكون القصيدة استعادة لحقبة أخرى من الاحتلال، ولذلك فقد تلزمنا لمحة تاريخية قصيرة قبل الشروع في النص. تعد حملة القائد الفرنسي نابليون بونابرت على مصر وبلاد الشام في نهاية القرن 18 بداية الصراع الاستعماري الأوروبي لاحتلال الأقطار العربية، وذلك في أعقاب الثورة الصناعية في أوروبا. فبعد انتصاره على المماليك ودخوله القاهرة، توجه بونابرت بحملته إلى الساحل الفلسطيني مفاجئا الدولة العثمانية باحتلاله لقلعة أم العريش ثم غزة ويافا وحيفا ووصوله إلى صور في لبنان. كان الهجوم الفرنسي على يافا بالذات أكثر ضراوة من غيره، إذ قام جيش بونابرت بعد استسلام المدينة بإعدام ما يقارب 4000 أسير، أعدموهم طعنا بالحراب لكي يتم توفير رصاص البنادق. ومن بين جميع مدن الساحل الشامي الجنوبي وحدها مدينة عكا من صمدت في وجه بونابرت، والذي حاول اقتحام حصنها 7 مرات بأت جميعها بالفشل. وبعد 64 يوما من الحصار المنهك، وبسبب تفشي الملاريا والطاعون بين الجنود، اضطر نابليون في مايو 1799 إلى التراجع نحو مصر ومنها إلى فرنسا، وقد تبخرت كل أحلامه بالاستيلاء على الشرق. عكا على أثر بونابرت. عكا وبحر غارق ميناه فيها، فما قيس وما لبناه، هي رملة أخرى تهدهد ملحها وينام داخل جفنها جفناه. الساحل الوسنان حاشا لم يكن وسنانها ما لم تكن وسناه. هذا النعاس الشاطئي مسافة للماء يصلح عبرها معناه. الأزرقان الموج والملكوت، الأزرقان الموج والملكوت دون تمازج متكلف لوناه. عكا وهب الوقت ما إن قلتها، وكأنه جوع يمد إناه. ما الوقت إلا العشب يرزقه الندى أفكاره، واللاز ورد سناه. الوقت أدفأ ما يكون هنا، وإن يعصف بتشريني كانوناه. الحب داخلها لديه كنيسة ومنارة، فكلاهما ديناه. للطف من ألوانها حلمان ينتشلانه، حلماه
بالوناه للسلم الحجري أغنية على رئة الكمنجة صبها مضناه كنعان لما عاش في أفيائها لا شيء غير غرامها أفناه عربية العينين كانت لافة في البحر لم تفتن بها عيناه. انظر لبونابارت يزحف نحوها من مصره زحفا ومن سيناه وانظر لذئبته على أسوارها تعوي وداخلها تحوم موناه ما راود الأسرار ما راود الأسوار إلا والظلال تغنجت وتمنعت حسناه هو يشتهيها وهي ترمحه بحافرها وتلعن فحشه وخناه وتقول أن الشرق ليس فكاهة لنديمه أو مومسا لزناه الشرق هو يشتهيها وهي ترمحه بحافرها وتلعن فحشه وخناه وتقول أن الشرق ليس فكاهة لنديمه أو مومسا لزناه الشرق شهقتها إذا ما تينة شحذت سنان الغصن واتيناه والشرق لوعتها إذا ما ضيع الإنسان وروحاه واطيناه يا شرق ها عكا تذود وسورها دام على طرفيه إنساناه هابيل داخلها ينادي يا أخي هل آدم يدري بأن ابناه فيدير بونابارت طرفا مرهقا باقت به أكوانه ودناه ودخلت خيمته وكان حريرها من نزف يافا قانيا حناه ووجدته متذبذبا لما يجد في حربه أو حبه سكناه فتح القلاع بخيله وقناه لكنه لم تفتتح أناه فسألته لما لا تعود إلى الذي تهواه تذرع بالصهيل فيناه فأجابني يا أنت إني مولع عناه من باريس ما عناه أنا ذلك الجندي يبطئ موته والعشق والبارود طاعوناه من أين لي بالموت قال فقلت بل عش للهوى فأجابني أن هو عكا تحاصرني ولست محصنا بالشعر لست مدججا بغناه شهران مرة والحصار حبيبها والغنج جاوز ما تخيلناه البحر أملها فألمناه والورد كملها فكلمناه والغيم بللها فجففناه والرمل رق لها فغيرناه والدين حرمها فحرمناه والرب أنسنها فهودناه لم يبقى تدبير لعطف فؤادها أو سحقه إلا وجربناه لنعد إلى باريس لا حرب هنا فالحب أتعبنا وأتعبناه لنعد إلى باريس أو لنعد إلى أقصى التمدن أو
إلى أدناه. لا فرق بعد هزيمة الجنرال أين ذهابه، فهناكه كهناه.